الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا قد ذكرنا يوم أمس مسألة صلاة الجماعة، وهل تصح صلاة من صلى وحده فلم يحضر الجماعة؟ وذكرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بصلاة الجماعة، وقلنا هي فرض على الأعيان، هي فرض على الأعيان، ولهذا فيجب على المسلم أن يحضر صلاة الجماعة، ومن كان له عذر أو من تسقط عنه الجماعة كالنساء والمريض والعاجز فلا تلزم. وهل تصح صلاته إذا صلى وحده ولم يصلي الجماعة وهو قادر؟ من العلماء من قال صلاته لا تصح، هي باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فقالوا هذا نفي للصلاة، وهذا نفي لصحتها، فلا تقبل فلا تصح، وتعد صلاة باطلة. وذهب أكثر العلماء إلى أن صلاته صحيحة، ولكن مع الإثم، له عليه إثم التخلف عن الجماعة، وإن كان صلاته لنفسه منفرداً تصح. ولا شك ولا ريب أن الأحاديث وقبل ذلك الآيات التي ذكرناها ملزمة بصلاة الجماعة، وتدل على أن من فوتها وفرط فيها فإنه مخالف للأمر وآثم في الترك. ثم إن من العلماء من يرى بطلان صلاته، والمسلم العاقل لا يعرض نفسه لمثل هذا، ولا يعرض نفسه لمحل الخلاف، والواجب على المسلم أن يحتاط إن كان الأمر يدور بين الصحة والبطلان. فلا شك أن الأحوط للإنسان أن يفعل العبادة على الوصف الذي يتفق فيها الجميع على الصحة، وجميع العلماء يتفقون على صحة الفريضة إذا أديت في الجماعة لمن لم يكن له عذر على التخلف. وأما إذا كان يستطيع أن يحضر الجماعة ولم يأتها، فمن العلماء من يرى بطلان صلاته. فالمسلم العاقل لا يعرض نفسه لمثل هذا الحكم، وهو أن تكون صلاته مما اختلف فيها هل تصح أو لا. المسألة السابعة: هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ وهي مترتبة على المسألة السابقة، يعني من العلماء من يرى أن الصلاة لا تصح إلا إذا أداها في جماعة، حتى ولو لم يأتي جماعة المسجد فإنه يصلي في جماعة البيت أو جماعة سوقه أو غير ذلك. فيرى بعض العلماء أن الصلاة الفريضة يجب أن تكون في الجماعة، يجب أن تكون في الجماعة. إذا المسألة الماضية في من في حكم الصلاة منفردا أو لوحده ولم يأتي الجماعة، وهذه المسألة هل صلاة الجماعة هي شرط في صحة الصلاة أم لا؟ والمراد أننا في أدائنا للصلاة الفجر الصبح فريضة، والظهر والعصر المغرب والعشاء، هل نحن مطالبون بأدائها
في جماعة في كل الأحوال سواء في المسجد أو لا، أو ليس ذلك شرطاً في صحة الصلاة. فكذلك من العلماء من يرى أن من شرط صحة الصلاة أن تكون في جماعة بالأدلة التي سبق ذكرها في المسألة السابقة. وأكثر العلماء يرون أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطاً، أي إذا تخلف عن الجماعة أو لم يصلي الفريضة في جماعة في بيته أو سوقه أو مسجده، فصلاة الفريضة التي صلاها من صبح أو ظهر أو مغرب أو عشاء أو عصر أو مغرب أو عشاء صحت وبرئت ذمته، ولكن عليه إثم ترك الجماعة. ومن أهل العلم من يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، سواء يأتي جماعة المسجد أو السوق أو البيت أو غير ذلك. وكذلك ها هنا المسلم يحتاط لدينه فلا يضيع صلاته، فيحرص على أداء الصلاة في جماعة حتى ولو لم يكن ذلك في مسجده بأن تخلف لسبب، فيحرص على الجماعة في بيته أو سوقه أو طريقه أو غير ذلك. المسألة الأخرى الثامنة، هل لنا أن نفعل الصلاة في البيت أو يتعين المسجد؟ هل لنا أن نفعل الصلاة في البيت أو يتعين المسجد؟ الصحيح أنه يتعين المسجد، ويجب أن يأتي إلى جماعة المسجد، ولا تجزئه جماعة البيت إلا إذا كان له عذر، ولا جماعة أخرى إلا إذا كان له عذر، فليس له التخلف عن جماعة المسجد إلا لصاحب العذر. فلا يقول أنه في بيته يصلي الجماعة، لأن ذلك سبيل وسبب لإبطال وتعطيل المساجد، والمساجد رفعت وبنيت لرفع ذكر الله عز وجل، وينادى فيها للصلاة، فلا بد من الإجابة، لا بد من إجابة النداء، لا بد من إجابة النداء. وإذا اقتصر كل يصلي جماعة في بيته أو سوقه أو طريقه عطلت المساجد، تعطلت عند ذلك المساجد، وصار لا فائدة من الأذان إذ يرفع ولا يستجيب أحد أو قل من يستجيب. فتتعين جماعة المسجد، فليس لنا أن نعتذر أن نتخلف إلا صاحب العذر الذي له عذر فله ذلك، والله عز وجل أعلم بعباده سبحانه وتعالى. فإذا الجماعة واجبة على الأعيان، والصلاة لا بد أن تؤدى في جماعة، وهذه الجماعة لا بد أن تكون جماعة المسجد حتى يكثر المصلون، حتى يكثر المصلون. ولو كان فيه عذر للتخلف عن الجماعة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة المسجد، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنطلق إلى أناس يصلون في بيوتهم وحرق عليهم بيوتهم، قال يقول يعني يصلون الجماعة أو يأتون إلى المسجد ويصلون جماعة ثانية ويتخلف ويصلي جماعة ثالثة ورابعة وهذا المجرى. فتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر دليل على أن الواجب أن تؤدى الصلاة في جماعة، وأن تكون الجماعة جماعة المسجد، وأن تكون الجماعة جماعة المسجد. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له. إذن الصلاة لا بد من أدائها في جماعة، لا يصلي وحده، وإن كان له عذر فكذلك يحرص على أن يصلي جماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسجد، المراد بجماعة جماعة المسجد. إذا كان في الأخير المسجد على اليمين فيه فسحة خلوا الجماعة يتقدموا، إذا كان متسع، إذا ما كانش متسع يطلعوا السدة ولا ينطل تحت. فإذا كان متسع بارك الله فيكم أفسحوا يفسح لكم،
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. وإذا لم يتسع المكان فكين السدة وكين تحت إن شاء الله. فهو إن كان له عذر فيصلي في جماعة، وإن لم يكن له عذر كذلك تتعين عليه جماعة المسجد، وليس يصلي في أي جماعة. لا بد من جماعة المسجد الأحاديث التي ذكرناها. مسألة أخرى مهمة أيضا، صلاة الجماعة مما يستفاد فيها تكون الصلاة على تمامها، تكون الصلاة على تمامها، فيأمن المصلي من الإخلال بصلاته. ولذلك ترد هنا مسألة عدم الطمأنينة في الصلاة، عدم الطمأنينة في الصلاة، هذه مسألة مهمة جدا، ولعل ما سأذكره اليوم سيكون فيه تكليف، لعله فيه تكليف على نفسي وعلى إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل رجل وصلى في آخر المسجد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم. هنا فائدة جاءت على استطرادا أنبه إليها، ويقع فيها كثير من الناس أن يخطئوا فيها. أحيانا يكون الدرس فيدخل من يريد أن يحضر ويأتي إلى أمام الدرس ويصلي ركعتين، فالذي يظهر من الأدب في هذا أن يصلي في آخر المسجد ثم يأتي إلى الدرس. وهذا مستفاد من هذا الحديث، أن الرجل دخل فصلى ثم جاء إلى المسجد، قال ثم أتى جاء، فقال أهل العلم إذا كان ثمة مجلس يعقد في المسجد ودخل من يريد أن يحضره أو دخل من يصلي فلا يأتي إلى قريب من المسجد، لأنه يشوش على الدرس ويشوش الدرس عليه، فيكون في آخر المسجد يصلي، ثم إذا حضر الدرس يحضر، وإن كان له انشغال فشأنه. فصلى الرجل في آخر المسجد، جاء السلام عليك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. وصلى ركعتين تحية المسجد، فرجع وصلى وجاء السلام عليك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني صلاة باطلة، فرجع وصلى. الثالثة جاء السلام عليك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال عليه الصلاة والسلام، قال الأعرابي الرجل يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، والله لا أحسن غيرها، هذا بألف، فعلمني. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مشهور من هذا حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، يبوب له العلماء باب حديث المسيء صلاته، وألف فيه بعض العلماء أجزاء طرق حديث المسيء صلاته، يعني أحاديث أو طرق كثيرة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال إذا أنت قمت إلى الصلاة، في رواية قال التشهد، حملها بعض العلماء على الأذان، ثم أقم أي الإقامة، ثم توضأ كما أمرك الله، أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عبد الله بن زيد وقال عثمان وقال ابن عباس وقال غيره من الصحابة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له قسم من ماء،
فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق ثلاثة بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل غرفة كما في الرواية، ثم أدخل يده فضم إلى أخرى وغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده وغسل يده إلى المرفقين قال مرتين أو ثلاثة، ثم فعل بيسر مثل ذلك، ثم أدخل يده فمسح رأسه أقبل بهما وأدبر حتى وصل إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ، ثم غسل رجليه ثلاثة، وفي رواية ثم غسل رجليهما ثلاثة ثم يصل كذلك، توضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة ثم كبر الله، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا في عموم، يعني ما شئت اقرأ، لكن جاء في رواية ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه أمور مهمة، ترى كثير من الناس قد يكون معذورا في خطأه وقد لا يكون معذورا. هذه الكلمة ثم اقرأ ما تيسر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب عند جمهور العلماء ركن، يعني من لم يقرأها صلاته باطلة، ومن قرأها بغير قراءتها الصحيحة صلاته باطلة، صلاته باطلة. وكثير من الناس يقرأ الفاتحة ويغيرها، صراط الذين أنعمت، يقرأ أنعمت، تغير المعنى، تغير المعنى كلية، وأنعمت يقرأ أنعمت، فيجب عليك أن تصلح فاتحة الكتاب. يجب على كل واحد منا أن يجلس ويلقن فاتحة الكتاب، يقرأها تلقينا كما كان الصحابة، قال أخذت من في رسول الله، ابن مسعود يقول 70 سورة يلقنها له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صحابة الحفاظ قراء يلقنون، وكان أبو الدرداء الصحابي عالم الشام يجلس كان بالشام يقرأ القرآن في المسجد، وكان حفظ طلابا وصار للطلاب طلابا ولطلاب الطلاب طلابا، ويدور عليهم أبو الدرداء حلقة حلقة يعلمهم القرآن، وأول ذلك فاتحة الكتاب، لأن بها صحة الصلاة أو طول. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وفي صلاته خداج 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 غير تمام. هذا مهم جدا، فيحرص كل واحد على أن يصلح فاتحة الكتاب وأن يتقن قراءته، والله أعلم.
سؤال حول المرأة الحامل في رمضان، هل تفطر أو لا؟ إذا كان يتعبها، إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها في بطنها، جاز لها الإفطار في قول كل العلماء باتفاق العلماء. إذا خافت على نفسها ولدها جاز أن تفطر. إذا أفطرت ما الذي عليها؟ المالكية يقولون عليها القضاء فقط، وكذلك جمهور العلماء، وعند الحنابلة أو غيرهم عليها القضاء والإطعام، وعند بعض العلماء وبه أفتى الصحابة الكرام كابن عباس بن عمر لا يلزمها القضاء وإنما تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا القول الأخير يظهر أقوى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد